بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر لجنة التشريع على اجتهادهم، ولكن احنا خلنا نسأل، كأن محكمة الوزراء الحين أدانت وزير أو رئيس وزراء، ما أدانت أحد. إضافة لما نتكلم عن أموال البلد هباء منثورة، أبي وزير واحد أدان ما في. إضافة احنا بنقول محكمة الوزراء تأسست في سنة 88، قبل ذلك ما في محكمة الوزراء. احنا نفضل سحب القانون والغاء محكمة الوزراء بأكملها، ما منها فايدة، الوزير ما على رأس ريشة. وين المشكلة؟ إذا انتهت فترة وزارته أيضا يروح محكمة الوزراء، يروح على الناس، شنو فايدتها؟ رئيس الوزراء طلع براءة في التحويلات، كل وزير يروح يطلع براءة، الغوها، ما منها فايدة، ما من قبل ما كانت موجودة من الأساس. احنا بنعرف مرة أدانت وزير ولا مرة، فشنو فايدتها بالوجود؟ احنا نقول سحب هذا القانون وإلغاءه بالكامل من محكمة الوزراء، وشكرا. جماعة